الخطاب الملكي أولا في شموليته كان متوجها لجميع المغاربة بكافة مسؤولياتهم، سواء الموجود في القطاع الحكومي اللي كيسير أو اللي كيشرع أو حتى المواطن البسيط اللي كيستهلك الماء أو اللي معني بالاستثمار. في الموضوع المتعلق بالماء، أولا جلالة الملك أكد على حقيقة، هو أن الموضوع ديال الماء ديال الجفاف أصبح بنيويا وسيلازمون، وأن التغيرات المناخية اليوم تلقي بالظلال ديالها على البلد ديالنا. ولهذا جاء في خطاب جلالة الملك كلمة مهمة، قال كيفما كانت التساقطات اللي غادي تعرفها بلدنا في السنوات القادمة فاحنا خصنا نستمروا بنفس الوتيرة ديال الاستثمار. هذا الاستثمار مفروض يتوجه في ثلاثة الاتجاهات، وهي رسائل مهمة، وأننا اليوم توجه الاستثمار نحو البحر، تحلية مياه البحر لأن يمكن هذا الاستثمار ما غاديش يضيع، ثم لا 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 أمام ندرة التساقطات وأمام أيضا نضوب الفرشة المائية. المسألة الثانية هو إعادة استعمال المياه العادمة مستعملة في المياه الصناعية، إذا إعادة اليوم حتى هي تحليتها أو صغاء أو تصفيتها باش أنها إعادة استعمالها، بالخصوص على الأقل في المجالات الخضراء اللي كتسقى اليوم كدير واحد الضغط على الماء الشرب في المدن. ثم المسألة الثالثة اللي في بعض الأحيان ما تتبانش ولكن نركز على جهة الملك، هو الترشيد والحكمة في مجال المياه، لأن ملايين المترات المكعبة كتضيع في هذا المدن بدون انتباه لها، سواء بتسرب ديال المياه، سواء مسألة ثقافية أن مازال عندنا الرفاهية ديال استعمال الماء. ومعه قال جلالة الملك توجه نحو الطاقة الخضراء. الموضوع الثاني هو المرتبط بالاستثمار، كان اعتقدوا أيضا فيه ثلاث رسائل صفتها جلالة الملك للجميع باش أن الاستثمار يحتل المكانة ديالو إلى جانب الاستثمار العمومي. واحد، أولا إزالة العراقيل وتبسيط المساطير باش المستثمرين والاستثمار يتمشى بسرعة. اليوم متلقاو شي حقيقة مرة، مستثمر تحت الملف ديالو ثلاث سنوات، بعض الأحيان كاين اللي ثلاث سنوات لأربع سنوات سنتين وهو تيتسنى مساطير متعددة ومتنوعة. إذا جلالة الملك كان واضح. المسألة الثانية هو الدعم، توفير الدعم للاستثمار سواء الأجنبي أو هذا باش أننا نلقاو له يعني كتضيف له دفعة باش أنه يقوم بالدور ديالو. ومع هذا أيضا توفير الأمان والضمانات للمستثمر الاستثمار الأجنبي. ثم المسألة الثالثة اللي شر لها جلالة الملك الموضوع هو موضوع التمركز، هو إعطاء المكانة اللائقة بالمراكز الجهوية للاستثمار باش أنها تقوم بالدور ديالها وإعطائها الدعم وإعطائها الصلاحيات باش أنها تشرف على الاستثمار، لأن من شأن هذا الموضوع يعطينا نسب نمو مهمة، يعطينا فرص شغل مهمة. وبالتالي على هذا الأساس في الموضوع الثاني ركز جلالة الملك على المقاولات الصغرى والمتوسطة. وكعادته صاحب الجلالة في الافتتاح نتاع كل سنة تشريعية تجيب يعني مواضيع حيوية مهمة وغالبا مستعجلة اللي تنجعلوا منها في البرلمان حكومة ومنتخبين ورقة طريق العمل خلال سنة، إلى جانب ما نحن بصدده بخصوص الحماية الاجتماعية ثم المنظومة الصحية. اليوم صاحب الجلالة وغيرها، يعني اليوم احنا بصدد التفكير والدراسة بالنسبة لتعديل مدونة الأسرة، بالنسبة لتعديل القوانين وفق توجيهات الخطاب الأخير صاحب الجلالة بخصوص مغاربة العالم. نحن إن شاء الله سوف نعمل على هذا الموضوع الماء بواحد تفكير جيد، وسوف ندفع في اتجاه يعاد النظر. نعم ندعم الفلاح يعني بكل، ولكن أن يعاد النظر بالنسبة لبعض الأنواع نتاع الخضروات والفواكه اللي تستهلك بزاف ديال الماء، وأن ندفع في اتجاه حكمة جيدة وحسن تدبير هذا يعني الثروة المائية اللي ما عندها ثمن. بالنسبة للموضوع الاستثمار هو الحل الوحيد في المغرب إذا بغينا نمشي نقلبوا على مداخل
يعني الدولة على مستوى الميزانية. لا يمكن، وهذا الشيء قلناه البارح كنا نهضروا فيه، لا يمكن أن نستمر في البحث على هوامش في الميزانيات باش نقلبوا ونزيدوا شوية الضريبة من هنا ولا. الحل ماشي في الضريبة بوحدها، ثم الاستثمار هو مفتاح الشغل، هو مفتاح السعادة، هو يعني مفتاح الكرامة. فلابد أن ندعم المقاولة المغربية صاحب جلالة، ركز على ذلك، ركز على ذلك على القطاع الخاص وعلى اعتباره يعني حيوي ومهم، وركز على وضع واحد الجاذبية اللي غتجعل أن المستثمر الأجنبي غادي يعجبوه المغرب ويجي. طبعا هما راه تيعجبوهم، ولكن خصنا نقلبوا لهم على بعض الامتيازات اللي غتحفزهم ويجيو. طبعا المغرب، المغرب تبارك الله بلد آمن، ما كاينش الحمد لله، ف يعني وكاين استقرار سياسي، وهذا بفضل الدولة العلوية اللي جابت يعني دائما أوراش اجتماعية كبيرة. الدولة الاجتماعية راه عندها امتداد عبر القرون، وصاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره ويطول عمره جاء بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جاب واحد العدد المشاريع، هادو آخرهم موضوع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. إذن أوراش كبرى اجتماعية اللي ما يمكن إلا ترجع بنفع البلاد. احنا دائما سعداء، واليوم سعداء بصراحة أكثر وأكثر وأكثر، لأن صاحب الجلالة بالحضور ديالو، بالخطاب الرزين، بالابتسامة ديالو، أعطى واحد يعني واحد النشاط راه ما تصوروش بصدق. كل شيء الناس اليوم ناشطين بواحد الشكل كبير جدا، لا غرابة في الموضوع، فقط صاحب الجلالة تيفضح هذوك الأعداء نتاع الوحدة الترابية وهذوك المصيبة ديال الأشغال. نقول لكم السماسرة فالمستوى الدولي في قضايا راكم تعرفوها، فان شاء الله الرحمن الرحيم دائما غتبقى اللحمه والعهد ما بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. ويهمنا اسعاد والحفاظ على كرامه المواطن، ويعني عاش المغرب والله يسخر الجبتي زين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.